يا مرحب الساعة، مرحبا مليون ما يسد الدنيا، مرحبا في جميع الموجودين. اليوم مشروع لمشروع، نبى فندق، نبى قطار، وانا مسوي زحمة. طبعا انا مسوي زحمة في المكان، دايما من عادتي اقعد اسوي زحمة. المفروض ما اسوي الزحمة اللي اسويها كل مرة، ما بسوي زحمة ما بسوي زحمة، واخر شي شو اسوي؟ اسوي زحمة للأسف. يعني هني مش كل مكان بعد يركب هذا. هذا إذا عنده مساحة وايد أظني. هذا لحظة خلنا نشوف جراسلان. زين إذا نقص عليه شوي بيزعل صح؟ تقولون بيزعل؟ بيزعل هو لازم بيزعل. يعني حد بقص من بيته أنا يعني. كم بيزعل؟ وش كثر بيزعل؟ مو بوايد مو بوايد، انا عادي ده ما ازعل وايد. خلاص طف، ما ازعل وايد بعد. زعلان زعلان شوي. الحين بنرضيك بنرضيك، نشتري هذا. انت ما تبغى فورست؟ لا يبقى فورست. اوكي لا ممتاز ممتاز، حطينا لك كم شيرة. رضى رضى بالموجود. اوكي دام رضى بالموجود زين. أثر عليه هذا شيء؟ ان شاء الله ما يأثر عليه. بس شو السالفة؟ اوكي وصلنا انكم. ايش نسوي؟ واحد نسوي سكرتي، بعد عندنا اثنين سكرتي. خلنا نسويه، نسوي هاي الساحرة. اوكي بنوصل لهذا عادي، مو مشكلة، مو قضية القرن يعني. بنوصل له. وينك يا خطر؟ بعد ما كفى. بعد ما كفى. بعد ما كفى. بشل منه شوي بعد. والله إذا وايد زعل بعد مشكلة ترى. ما أبغى يشرد أنا. مشكلتي ما أبغى يشرد. ولا يصير ذبح العالم والحديقة توع بداية. وداشين نحن في نجاح. فما له داعي إني اي بالعيد. اوكي وضعك امس، وضعك النفس انت كيف؟ بالويه بس ويه تمساح ترى على فكرة. زين خلنا ويه التمساح الحين، خلنا نشوف ان شاء الله يركب بعدين. اوب تو شفته؟ ايوه على القياس، علق بالضبط. على القياس بالضبط، على القياس. الحين بدل ما الناس قاعد تضرب خطوط نريحهم شوي، خليهم يشيلهم شو قطار. اختار لين هني، موفر عليهم درب بلاوي. من هني لين هني نبس ياخذ لفة حول شو يطلع من هني، لفة حول الحظيرة هاي. لحظة أنا ما أبغى أتزق، أبغى شوي أقرب لين هني يعني. بعدين بسوي لفات. وهذا الحين الهدف، هاي في درني زر سبلاي
هذا خلي يولي هذا ملش دق بعد ما بتفهم وياها اذا هني اوكي خلنا نسوي لهم ريفيد قبل لا تسوي مشاكل لحظة لان نبغى نتفيق حق الخبار وبحاول اذا الوقت كفى حط فندق بعد فما نبغى نشغل في هاي زين في نزلات ثانية ممكن اختار بس بعدين بغير الدرب اصلا القطار هذا المدرب المبدئي ماله جوتو رينجر تيمون شو السالفة معلق شو بلا ما يقدر يروح وين المشكلة يعني شو السالفة ها مشكلة عادي الحق علينا الحين cannot find route to destination check area اوكي تعرفون شو بنسوي عيال يمكن من عواميد الكهرباء خلنا نحط عمود هني عمود هني ونهدم العواميد اللي هنا نبور شو اوكي حصل درب الحين بعد ما حصل درب هاي مصيبة المصايب عيب شو اللي مسكر عليه الدرب ايش اللي سب ستيشن مكانه يعني اوكي ايش اللي سب ستيشن مكانه المشكلة انا ما اعرف مسكر عليه الدرب على اساس مثلا ممكن اتصرف ولا شيء بديت اخرب المواضيع انا لحظة هني كهربا بعدها واقف كانه خلنا نسوقه هاي مشكلة يبالها تعديل على فكرة انا ما بقى قاعد اسوي كل شيء بروحي المشكلة الرينجر تيم هذا انا مرة مبني اكثر من مبنى واحد مثلا اذا اقول لكم انا ببني مبنى جلبته اذا ببني مثلا شيء هذا هو يمشي عادي ليش زعلان هذا لا هني الوضع الصراحة يبغاله شغل عين اللي بيكون بالطريقة هاي زين سير انت عب الحين اكل انا اشوف من اكل مفضي
من أكل الفضاء هذا؟ كيف أكل الفضاء أصلاً؟ ما في حد هني كيف فضى؟ Let's find our destination. آه أوكي 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 يا جماعة. It is my mistake. أنا نسيت أحط باب حق المكان. فقط لا غير. الموضوع كله بس في الباب اللي هني. آه ناسي أحط إيش اسمه باب. يا حبيبي ناسي أحط باب. انزين خلينا نكمل الروت مالنا. قلت لكم واحد بيحط روت لكن يطلع على 700 الف شغله هني تخليه هني مره هذا بالوسط هذا انسى يروح يرجع اظني اوتسايد بيلدينج اريا. لحظه انزين خلينا نحطيه هني. لازم احطي بالضبط على اساس اني outside buildable area again outside buildable area. انزين خليها يبقى بالعكس من الصوب الثاني لين هذا هي بيشتغل افضل. بعدين بسوي له روت ومهبط وهذا. الحين بطوفه من الوسط. زين اوكي طوفه من الوسط لين فوق منو ابغى يمر فوق هايل من الوسط لان اصلا في فيو ديستنس عليه وابغى يمر وسط منو يمر على هذا بالضبط. اذا مر كذي هذا معناه انهم بيشوفون تو سب ستيشنز عندنا حق هذا المفروض موصل. زين power required 5 بلا 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 substations 2 stations edit manual track. لا الحين ما نبي نعدل خلاص احنا غصب وصلنا. شوفوا بس الناس تمشي هذا ما ينفع خلاص الحين شوف يا سريع يروح طلع. المشكله مش في الشارع الناس تمام. هني بالي فندق والله مكان حلو حق فندق الصراحه افضل من هذاك المكان. guest hotel 700 ألف على الهوتيل أدفع ولا أحط بابا هناك أحط بابا هني من تحت المونوريل. لا هناك بحط شو اسمه لا وين أحط الشلتر إذا حطيت هذا حطي هذا هني بحط الشلتر حكم وين شلتر هني مو مشكلة شلتر يعني مخبأ عادي يكون ورا مكان ما حيشوفه أظني أتصور. لازم خيب من آخر الدنيا لازم. إنزين هذا منو ما عندك كهرباء عندي برودكشن بس ما عندي برودكشن كفاية هي ما عندي برودكشن كفايه بس لحسن الحظ انا سويته مكان زين فاقدر احطيه سب مكان زين. هذا الحين اظني ما بيكفي بعد هذا بنحطيه على الزاويه نحطيه هني على الزاويه هني وبنحطي له الشارع على اساس انه يشتغل. لا نقدر نبني مباني هني بس هذا بنصفي الارض اللي هني واللي هني بيمشي الحال يعني مش مشكله. بس الفندق شيء اساسي يعني لازم يكون عنده فندق مع انه فندق ترى بعد يمكن سياحي بدون فندق وين يرقدون العالم. بس الفندق بعيد عن المدخل بس المكان يتحمل 5 فنادق يمكن هذا مش واحد ولا اثنين. شو اخبار الزحمه عليها مايل؟ اخبار الزحمه زينه اوكي ممتاز. هذا معناه مستحيل عندك كهرباء ناقصة. في سب ستيشن لان توي باني انا هذا ولا يمكن مش موصل في القرد هني انفصل عن هني ولا موصل
هذا موصل في الجريت. يب ادريش ناقص باور هناك. ها بعد ما اخلص والله اني مسطل. هاي خمة التسطيل يسمونه، خمة التسطيل. خلنا نطرش ربعنا نروح يبون لنا سامان. طرش ربعنا يبون سامان اصلا يكملنا حلو. فلوس قاعد تزيد ونحن نشتغل اصلا. انزين خلنا نطلع اللي كنا نبغى نطلعهن، اللي هن كبير ديناصور ديناصورش هذي اظني بيتعيشون عادي اتمنى. هم نفس العائلة مش نفس الجينات لكن بس اتصور المفروض ما يكون عندهم مشاكل ويا بعض وايد. وهذا اوريدي معدل جيناته من الجزيرة القبلية تعيدون انكيبيت 109% مستحيل يسوي فيل، يعني ما اتصور بيسوي فيل. شو السوشيال جروب مالهم هاي اللي كانوا ما اقدر اشوفه هني. اوبريشنال 10+6 ترى هذه التزويدات كلها كهرباء 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 يهلك الواحد بالكهرباء. تم مهلك 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 كهرباء تم يصرف 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 يعذبنا بالكهرباء. وين انا هاي لازم افتحهم والله قاهريني ترى. خلنا نسوي ريسيرش حق جينات جديدة اوكي اللي هو بيخلصون في كل فلوسي طبعا اكيد كالعادة كالعادة قاعد نشتغل ونسوي نشفون فلوس. شو نسوي الحين هاي يبالها المهمات الهن مهمات بس نشتغل عليها عادي. بس اظني بسوي المنطقة اللي عندي هني حق ديناصورات الضخمة لان احنا ما سوينا كل الديناصورات اصلا. يعني انا بستعيل بروح على ديناصورات ثانية وبعدين انا ديناصوراتي ما خلصتها كلها فلازم احط مجموعة ديناصورات حلوة. خلاص ديناصورات الصغيرة الخاصة ما بحطيها الصراحة، بحط ديناصورات غالية. نجي انا نسيت موضوع هذا مشان لازم اسوي اوكي. هذا تقريبا يستوي ابكيب مالي حلو والله 300000. لا لا يمدينا يمدينا السالفه كذي يمدينا يمدينا نسوي وايد بعد. سوي ريليس حق هذا هذا فول مزود رقم واحد. هلا نهد الثاني ضربه واحده على اساس يطلعون نسوي اثنين غيرهم. هاي شو السوشيال جروب مالهم نفس العراق. هلا نشوف والله حلوين هذين صورة ترى. معنا في العادة أنا الحيد يدين صورة والحيوانات الصغيرة عند الحيوانات الكبيرة مش العكس. سوشيال هذا كم يباله 4 to 12 هذا اوكي. اذا السالفة كذي لازم على طول ندقان كيبيت واحد. هذا الوحش وحش الوحوش هذا زين. الكيبيت اثنين غير يبالنا يعني هو بيكون زعلان شوي. لين شو 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 وضع الفيدر هذا. عندنا فيدر واحد لحظة جراوند فيدر اموره طيبة. وزين نسوي انكيبيت بعد واحد نبقى اربعة نحن نبقى اربعة نبقى اربعة بعد زين. هم اتراكشن اصلا يزيد الريتنج مال الديناصورات مالنا هاي يزيدن لان في الفاريتي الفاريتي هني للتنوع عندنا تعبان. فاسيلتي ريتنج زقد اوكي. نبغى نفك هذي لنحن نسوي ريسيرش حق هذي له 40000 تو دفعت ما ادري حق ريسيرش سلامات عسى ما شر دفعونك وفلوس يدفعونك هنا يدفعونك مثل ما تسوي فلوس تدفع فلوس. أفكر أسوي هالمنطقة حق الديناصورات الضخمة شو رأيكم؟ سكر المنطقة سيدة أوكي طريقة هاي ضخمة كل الديناصورات عملاقة وهني محلات ما
وين فيوينج بلاتفورم، فيوينج بلاتفورم واحد. محلات هذا تخطيط الحلقة الجاية ترى، مش تخطيط الحلقة، ما الحلقة خلاص خلصت، مش لازم هذا تخطيط الحلقة الجاية. أخبركم أشارككم نحن شنو بنسوي، لازم نعم ياسر. هذا كان واحد هني، وين بعد واحد ثاني، والاثنين حقه نفسه ما في ورس فوق. انزين ما عندنا وين نقاط، وين استراليا شو عندهم ما اعرف شو هذا، بس خلنا نسوي خسراني شيء خسراني شيء. انزين خلنا نعدل سوشيال جروب، وانا معسى سميتهم ونزعلانين الجماعة بعد، لان هاي الاكيد زعلانين اكيد، مش هذا الثاني اللي هم هاي الزعلانين لانه ما عندهم ربع، فنطلع لهم ربع الحين بيستنسون، ما عندنا مشاكل، ما بيكون فيها مشاكل لما طلعنا لهم ربع امورهم في السيستم. هاي ناقصنهم شيء ثاني؟ لا مش ناقصنهم شيء. كمفرت الحين بيزيد مرة لان السوشيال عندهم حد يصرفون وياه يعني الاختصار. الحين فورت 12 طلع الاول، الثاني بعد قاعد يطلع من يطلع جيج سوشيالايزنج، شوفوا يكتب سوشيالايزنج قاعد يتكلم رومنج، بعد رومنج. بس الحين شو السوشيال عندهم فنان توث هاردنس. اوكي ريسيرش كومبليت، هاي كانت حلقتنا باليوم، نشوفكم في حلقة قادمة إن شاء الله بعد ما نتخلص نختار الفندق نحن. ففي الحلقات القادمة بيكون شوي في تويكس، في شوي شغلات حلوة، في نزلات جديدة بيكون هني، لأن هني بيكون العاشبة أكثرها بعقة هني، خلاص حيوانات العاشبة بعقنا هني الضخمة. بعدين ببدأ أشتغل على اللحمة، اللحمة بيكون هني كامل. اللي يقولي ما بتسوي لحمة سوي حيوانات مفترسة بنسويهم كلها هني، حطيهن عند بعض يمكن يسوي مشاكل بعد ما نعرف. خلنا نشوف هل في الحلقات الجاية كيف بيستوي، هل بيكون فيه بينهم مشاكل ولا ما فيهم بينهم مشاكل. إذا بينهم والله هذين صور شكل حلو، تصدقون صورته هنا ما تبين. هذا هذا شو لها عنا ياسر، هذا جينو. فبنشوف نحن كيف الحلقات الجاية بيضبطن المواضيع ولا ما بيضبطن، بس بيضبطن أظني بيضبطن. إذا نحطي هني اللحمة هني كده بصوب، لأن هني يستوي مربع كبير. اوكي خلي فراغ هني، مربع هني، مربع ثلاث حظاير، نسوي الديناصورات القوة. عرفت الديناصورات القوة بنسويها. المهم نشوفكم في حلقة على خير ان شاء الله من سلسلة جراسيك وورد ايفولوشن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.